تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي انجلترا، البرنامج شبه الاسبوعي اللي بيجي مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، وعشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. حلقه اليوم زي ما عملنا مره عن تشيلسي، مره عن ارسنال، مره عن سيتي، حلقه اليوم ايضا عن موضوع واحد فقط بس ندخل فيه باستفاضه. السؤال اللي ربما بيطرحه كل مشجع لمان يونايتد، وكل مشجع ما بيحب مان يونايتد، هل بيقدر الشياطين الحمر يفوزوا بلقب الدوري؟ السؤال اللي اليوم يعني انا كنت اصوره من امبارح بعد التعادل، فتحت الصبح ديلي ميل فلقيتهم عم بيتكلموا، جاري نيفل بيحكي ببساطه انه هذا الفريق هو اكثر فريق قريب يفوز بالدوري من يوم ما رحل السير اليكس فيرغسون، وانه سولشاير ماشي صح، وسنتين او ثلاثه حيفوز بالدوري. وسنتين او ثلاثه يعني معناها بنوصل 23، يعني معناها بنحكي عن 10 سنين بدون دوري. فهل مانشستر يونايتد من الفرق اللي بيتحمل يعيش 10 سنين بدون ولا لقب مهم؟ صراحة صعب تتصورها، خصوصا انه فريق ونادي بنعرف عايش بعقلية الناديين، النادي التجاري والتسويقي والعلامة التجارية ونادي كرة القدم. وبنعرف ايضا شغلة خطيرة في كرة القدم، الاعتياد على عدم النجاح خطير للغاية وبخليك في منطقة راحة جديدة، هي منطقة راحة المركز الثاني والثالث والرابع. هحكي خمس أسئلة، خمس أسئلة ببساطة إجابتهم مرتبطات ببعض، إجابتهم تعطينا الجواب. هل يونايتد حيقدر يفوز مع سولشاير باللقب الموسم هذا أو اللي بعده على أقصى تقدير ولا لا؟ السؤال الأول، وكيف سيكون الإنفاق بالصيف الجاي؟ لو تيجي تقول لعيبة يونايتد الحاليين، لعيبة يونايتد الحاليين ناقصهم أنا بالنسبة إلي شخصيا لاعب أو اثنين جاهزين مميزين قادرين يخلصوا المباراة، إما من الناحية الهجومية أو الناحية الدفاعية، يعني يكون قلب دفاع كيف تأثير فان دايك، تأثير روبين دياز، لأنه ماجواير ما قدر يخلق هذا التأثير، أو جناح أو مهاجم خلص لك مباراة بدون ما تتعب. هذول اللاعبين لو إجوا بتصير تشكيلة يونايتد في أرض الملعب مقنعة إنها قادرة تفوز بالدوري. حتى الآن التشكيلة الحالية مش مقنعة، حتى الآن التشكيلة الحالية جيدة جدا، لكن لو صار فيها غياب مهم هتوقع، وإحنا عارفين كلام هذا، عارفين انه هذا الفريق ما بيقدر يعيش شهور بدون لاعب معين بدون ذكر يعني اسماء، لانه بدناش نفاول على الناس. ببساطه هذا السؤال الاول، هل الاداره حتروح تجيب هذا اللاعب او الاثنين اللي حتخلي فيه نوع من الجوده اللي ارتفعت جد فجاه ولا لا؟ ما عملت احنا بنحكي لا. هذا السؤال الاول مهم جدا. السؤال الثاني غريب شوي، اعتقد اللي مركزين شوي في يونايتد او مركزين شوي بعض اللعيبه في كره القدم لاحظوا في منهم قلبوا مارادونا بدون جمهور، وفي منهم ناموا بدون جمهور، في لاعبين ارتاحوا جدا يلعبوا بدون جمهور، مستواهم صار يثبت، ادائهم حركاتهم في الملعب صاروا يتجرؤوا، وفي لاعبين بدون جمهور بتحس انه لمين بدي العب يا عالم، لو واحد قاعد بيشوفني بالكنبايه في البيت لو عني. في نوعيتين لعيبه يونايتد اشعر بشكل كبير جدا انهم استفادوا للغايه من دون جمهور، بتحسهم هاديين، بيوقفوا على الكره كثير، بياخذوا وقتهم، مركزين، تركيز أعلى من مستواهم الطبيعي اللي كنا نشوفه زمان، في نوع من الأريحية بتجربة بعض الأفكار بالاندفاعات اللي بيعملها راشفورد داخل منطقة الجزاء، يروح يحاول يدخل بثلاثة أربعة، نوع من بعض التجارب، في أريحية هدوء عايشينه بدون جمهور. لكن بعض لاعبين يونايتد كنا نعرف أنه عندهم مشكلة ذهنية، البعض أمام الجمهور بصير يتفلسف زيادة عن اللزوم، البعض أمام الجمهور بيصغر وبينكمش عن نفسه. السؤال الثاني هو هل هدول اللاعبين لانه ان شاء الله يعني يرجع الجمهور السنه الجايه، لانه بصراحه انا بلشتها امل يعني بدون جمهور، فان شاء الله السنه الجايه يرجع الجمهور، هل هذول اللاعبين قادرين يقدموا نفس الاداء؟ معظم لاعبينهم، لانه عندهم لاعبين ما بركزوش، بس معظم لاعبينهم قادرين يقدموا نفس التركيز من دون جمهور، نفس الجرأة بدون جمهور؟ هذا السؤال الثاني المهم. ننتقل للسؤال الثالث وهو سؤال اداري. طب وين سؤال سولشاير يا عواد؟ استنوا، هو السؤال الخامس. السؤال الثالث، هل إدارة يونايتد بدها تفوز بالدوري؟ يعني بعض الأحيان أنت بتروح تطالب ناس بشيء أنا ما بدي إياه، يعني تيجي تقول لي يا عواد ازرع شعر، طب أنا ما بدي ازرع شعر، يعني ليش ازرع شعر؟ هيك مثلا. فموضوع أمرات إحنا بنطالب الناس بشيء هم ما بدهم إياه. فهل إدارة يونايتد بتفكر بالدوري الآن كما كان يفكر فيه السير أليكس فيرغسون، كما كان يطالب به السير أليكس فيرغسون، ولا إنه الدوري بالنسبة إلها إضافات جانبية، يعني ربما حتى ماليا يطلع خسرها، يعني تطلع الثاني يطلع أوفرها، لأنه نتيجة المكافآت اللي حتندفع ونتيجة الرغبة إنه السنة الجاي لازم نجيب الدوري، وبصير في ضغط سنوي لازم نجيب الدوري لأن صرنا أبطال مرة ثانية، فممكن مش مهتمة، ممكن اللي بدها إياه يظهر من التوب فور،
ولما يروحوا دوري ابطال والله وصلنا دور الثمانية خلينا بالصورة، ولو روح الدوري الاوروبي لازم تبعد كثير يعني تقرب على النصف النهائي مثلا، والكأس خليك نصف النهائي كأس يعني خلينا نشوف دائما حالنا بصورة انه بنحاول نجيب اللقب. بس جبنا اللقب او ما جبنا مش كثير مهم بالنسبة للإدارة. هذا ليش انا بسأل هذا السؤال؟ لانه كثير في أندية كرة قدم مش مصممة حتى لو كبيرة تجيب ألقاب، مصممة تربح، مصممة تتمدد بالعلامة التجارية. وربما يونايتد يفكر بهذه الطريقة، ما بقول انه يفكر، اقول ربما، لانه لو بفكر بهذه الطريقة لنفرض سولشاير خسر مباراة، مباراة مهمة وكانت بإيده في الدوري مع الفريق الأخير خسرها، ثاني يوم رايح على النادي واجه واحد من المسؤولين قال له صباح الخير، فهذاك لو قال له صباح الخير يا حبيبي وبالأحضان ولا يهمك شو اللي صار امبارح عادي ثلاث نقاط فداك يا حبيبي، بتتسلل ليونايتد ولسولشاير وللعيبة يونايتد بعد شوي انه عادي يعني مش ضروري الاول. فالدافع والتركيز واللعب والرغبة والشغل والضغط والضغط على اللاعبين بعد كل خطأ في المباراة حيروح. لكن لو تاني يوم كان رايح قال له صباح الخير قال له الله لا يصبحك بالخير شو اللي عملته امبارح، مش هيك هيعمل، بس يعني مثالا حيرجع سولشاير ويشتغل اكثر ويضغط على نفسه اكثر. هذا كل الفرق اللي بتنافس يونايتد عندها ضغط تجيب الدوري، ليفربول عليه ضغط يجيب الدوري، سيتي ضغط موسم يجيب الدوري، تشيلسي روس كبيرة طارت عشان ما جابتش الدوري. لكن انا بشعر انه الان يونايتد انا شخصيا اشعر انه الاداره شوي متمهله على لقب الدوري، مش مستعجله، عندها حسابات اخرى في عقلها. هذا سؤال مهم جدا لانه هو جينات النادي، هو اللي بيدفع النادي للامام ولا لا. السؤال الرابع قبل ما ننتقل لسؤال سولشاير هو نسبيا شو خطه يونايتد عشان يتحسن السنه الجايه؟ احنا عارفين انه سيتي ليفربول وحتى تشيلسي صراحه بما انه توخيل اجى وحسن الموضوع فنيا من حيث الجوده، حيث خليط الخبره والجوده مع بعض ماخذين خطوه على يونايتد. ولو فرضنا انه سباق هيك 10 خطوات ممكن تيجي تقول والله سيتي ليفربول 8 تشيلسي 7 بهذا السباق، يونايتد 6 بس يونايتد على الدوري وعلى التصنيف الثاني، بس احنا ما ننغرب المركز لانه المركز الثاني ولا الثالث ولا الرابع بنهايه الموسم مش حتحمله معك السنه الجاي، بدك تبلش من جديد. فاجي انت بتبلش من 6 هم 7 و2 8 معناها لما تتحسن لازم تكون حاط بعقلك انه الاخرين ما حيقعدوا يتفرجوا عليك ويزقفوا لك ومبروك، لا الاخرين حيتحسنوا حيحاولوا يتحسنوا. فلو تشيلسي تحسن خطوه انت مطالب تتحسن خطوتين عشان تقرب عليه عشان تصير قده، ولو السيتي تقدم خطوه انت مطالب تقدم ثلاثه عشان تصير قده. فهذا شغل للعلم، هذا شغل سولشاير اساسا. الناس بيقول لك كيف شغل سولشاير؟ سولشاير هو اللي عنده محللين الاداء، هو عنده الكشافين، هو اللي لازم يكون شايف شو عم بيعمل السيتي بتشكيلته، شو عم بيعمل ليفربول بتشكيلته، شو النسبيه اللي بينه وبينها، قديش هم متقدمين عليه بهذا الخط وقديش متقدمين عليه بهذا الخط وقديش بيقدر يسكر هذه الفجوات. تذكروا لعبه الحراس اللي صارت بين سيتي لما اجى عطول راح اشترى حارس، بعديها بسنه راح ليفربول اشترى حارس، وكان قبلها تشيلسي جاي عنده كورتوا. هذه لعبه الحراس اللي صارت، هذه لعبه نسبيه، لعبه نسبيه. شافوا عنده حارس زيس جاب دوري انا راح اجيب حارس زيه، ادرسون اليسون يلا نعملهم اغلى حراس في التاريخ. هذا السباق النسبي مهم جدا في كره القدم. جاب فان دايك بجيب روبن دياز، هذا الاجوبه اللي عم بتصير بينهم مش اجوبه للصدفه للعلم، هذه اجوبه قائمه على تحليل الخصوم. فهل يونايتد لازم يعمل هيك؟ مش هل لازم يعمل هيك، خلينا نشوف. السؤال الخامس والاخير، هل سولشاير هو المدرب المناسب يفوز بالدوري؟ جوابي الشخصي لا، بس لاسباب. يونايتد مع سولشاير اخذ خطوات كثير ايجابيه ولازم تؤخذ له. خلق فريق، روح فريق، قليل المشاكل، فريق بتحسه بس بده يلعب حاليا، قضايا بالاعلام هامشيه خفيفه جدا، فريق منسجم، فريق لاعبينه بتحسهم مع بعض بيحتفلوا مع بعض بحبوا يلعبوا مع بعض، بتحس كل هذا خلق الانسجام. بس هل هذا الشيء يكفي؟ لا. ليش لا؟ لانه في انك تجيب الدوري شيء وانك تقدم موسم جيد شيء اخر. الدوري بهذه الصعوبة اللي عم بتصير في البريمير ليج كل فترة بيجيك فريق خارق، مرة ليفربول مرة سيتي مرة سيتي وليفربول مع بعض، محتاج تلعب موسم بلا غلطة، بدون أي غلطة، لأنه إذا ضيعت نقطة مع فريق مستاهلش تضيع معاه النقطة ما بترجع. أنا شايف إنه يعني سولشاير عمل كثير أشياء كويسة، طلع أفضل ما في راشفورد، طلع أفضل ما في برونو، مش عارف يحل مشكلة مارسيال، طلع استفاد من بعض اللاعبين بشكل أفضل بكثير من أي مدرب سابق. لكن عنده طبعا حد الجودة اللي تكلمت عنه في السؤال الأول، بس لساتني مش قادر أشوف المقاربة أو الأبروتش زي ما يسموها بكرة القدم الحقيقية اللي عم بيعملها سولشاير عشان يفوز بالمباريات باستمرار. يعني بتحس الأسلوب اللي هو عم بيعمله
اسلوب قابل يعثرك بعض الاحيان مش يفوزك. هلا هو مش دفاعي ولا هجومي، لكن في المباريات الكبيره هو دائما مستغني عن الكره بشكل واضح. هذا النوع من الفكر محتاج اولا لاعبين احسن من اللي عنده شوي. ليش؟ لانه محتاج لاعبين ما يغلطوش ولا غلطه، ولاعيبه يونايتد بيغلطوا، لانه انت لما تسلم كره للخصم وترجع اذا غلط واحد السلام عليكم. هذا بنحكي في المباريات الكبيره. وفي المباريات الوسط اسلوب الهدوء واسلوب محاوله انك تلقى الغلطه او كذا محتاج لاعب وسط اضافي، يعني محتاج لاعب وسط من طينه توني كروز عشان تقدر تعمل استمراريه. اللاعبين الموجودين ماكتوميناي ومع برونو فرنانديز، طبعا برونو فرنانديز هو الوحيد يعني الوجه المضيء الاكثر في الفريق، لكن وفريد والاسماء اللي بتنزل لي اياها وبوجبا الله اعلم ايش حيصير فيه بالصيف، هذول اللاعبين قادرين يعملوها مره مرتين بس عليهم عم بتقطعوا ثلاثه اربعه. فلحد الان انا شايف يعني ما فيش حل انا عندي يعني شخصيا اقول شو لازم يعمل، واعتقد ما فيش حدا بيقدر يعمل هذا الحل الا المدرب. حتى الان هو مش قادر يوصل للشكل والخليط اللي قادر يخلق الانسجام الكامل والاستقرار عبر الموسم. هو مش قادر، حتى الان مش قادر، لانه عم بنشوف الفريق عم بسحب بده يجيب الدوري بعدين ارجع الفرق 13 نقطه، عم بسحب بده يجيب الدوري بعدين ارجع طلع من دور المجموعات دوري ابطال اوروبا. لساته مش قادر يعمل هذا. هذا مش مساله بس ذهنيه، طبعا هي مساله ذهنيه مهمه جدا لانه هاي حتى مساله الجمهور فيها جزء ذهني مهم وهذا شغل المدرب، لكن ايضا مساله فنيه. هو مش قادر يوصل لهذا الخليط. فلو السنه الجايه ما قدرش يوصل لهذا الخليط، عارفين شو المشكله؟ انت الان برونو بيلعب سنتين ممتازات، ممكن السنه الثالثه الرابعه ما يلعب ممتاز. هيك طبيعه كره القدم، يعني اللاعب ممكن يلعب موسمين ممتازات وينزل موسم، ثلاثه ممتازات وينزل موسم. ما فيش ميسي ورونالدو في كره القدم يعني الا هم الاثنين، فطبيعي انك تلعب موسمين ثلاثه. هذه المصيبه، المصيبه انك حتصير تحل من هون مشكله تطلع لك مشكله ثانيه، تطلع لك مشكله ثالثه، طول ما انت مش قادر تستفيد من البيك تاع بعض اللاعبين اللي الان واصلينه. فهذا اعتقد اصعب شيء امام سولشاير. هل حيوجد له حل؟ من اللي بشوفه بالملعب ما اعتقدش سولشاير عنده القدره يعمله، لكن كاي مشجع كره قدم بتمنى يعمله عشان نشوف يونايتد يوما ما يتوج قريبا، لانه هذا كثير مفيد لكره القدم، لشعبيه كره القدم. نعرف يونايتد شعبيته حول العالم رهيبه. نوصل هون لنهايه حلقه سلفي انجلترا، اللي بذكركم انها برنامج ديمقراطي ايضا، تقدروا تعلقوا وتكتبوا اجوبتكم زي ما بدكم بالنهايه. والسلام عليكم ورحمه الله.